فعلا دوم نقول بأن زمن الطيبين هو من أجمل يعني الحقب الزمنية خلينا نقول. ولكن تعرفين يا حمدة أن في كيك زمن الطيبين وفي كيك الجيل الحالي ولا لا؟ لا على فكرة صح يعني والله. في صح 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 كلامك صح يعني في أيضا بعض التاجرات أيضا في دولة الإمارات أيضا عندهم خلينا نقول كيك يختص بزمن الطيبين. زمن الطيبين وعلى فكرة حتى لما تتذوقين تحسينه كيك مال من زمان ما أعرف كيف فعلا. بس هي الفكرة بهالطريقة. صح بس جربتي تسوين كيك وحرقتي ولا ما جربتي تسوي كيك لا. أبدا ما سويتي؟ أكيد لا. إنزين خلونا نقول مشاهدينا بأن الكيك يعد من الحلويات المنتشرة في كافة بقاع العالم، وهو طبق أساسي في أغلب المناسبات مثل أعياد الميلاد وحفلات الزفاف والأعياد أيضا المختلفة. ويوجد للكيك أنواع وايدة تختلف عن بعضها في طرق التحضير وغيرها، وأيضا النكهات وبعض المكونات والقوام وأيضا الألوان. والعديد من السيدات في هذا المجال والبعض منهم دخل دورات وورش تدريبية خاصة بصناعة قوالب الحلوى يا حمدة. ولكن يمكن يتم عندنا نحن يعني أنث شيء هو اللي بالشوكلت صحيح ونشاهد بس يعني نشاهد التزيين وهذه الأمور بس. صح مثل ما ذكرتي. نتحدث مشاهدينا أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا الآن بالاستديو سالي الشافعي مدرب معتمد في تزيين الكيك. صباح الخير. صباح الخير. أهلا ورد. أهلا بك. يعني سالي في البداية أول شيء تناقشنا عن مواضيع عدة، يعني أنت أول شيء معانا بفكرة أن فعلا في كيك لما ناكله تحسينه من زمن أول. تحية. شو اللي اختلف في خلنا نقول طعم الكيك وتزيين الكيك عن أول واليوم؟ هو زمان كانت دايماً أعياد الميلاد ومناسبات كانت معتمدة على الكريمة العادية، دلوقتي اللي هي الكريم شانتيه احنا بنقول عليه، دلوقتي دخلت حاجات تانية. الموضوع مش بيوقف عند حاجة واحدة، موضوع مستمر ودايماً لازم الواحد يفضل مواكب عشان يشوف الجديد إيه. صحيح. سالي شاهدنا يعني العديد خلينا نقول من الفيديوهات المنتشرة في السوشيال ميديا لبعض الحلويات اللي تم بالطريقة اليدوية، ولكن البعض منهم أشكالهم غريبة لأنهم سووها بالطريقة اليدوية، والبعض منهم أتقنوها فعلا يعني تشوفين فعلا كأنه بجهاز. خبرينا أكثر الكيك اللي تسوينه هل هو عن طريق اليدوي أم بمشين أو شيء معين؟ اللي أنا بعمله أو بيبقى أغلبيته بطريقة اليدوية بالسكينة، يعني اسمها كيك كارفينج. تضبطينهم بنفس القياس وكل شيء؟ أي حاجة أنت عايزة تعمليها، بالذات الحاجات اللي هي فيها فيتشرز ملامح زي وش الإنسان أو كده، أو لو عايز تعملي كنت هتعرضه اللي هي الكيكة الكمان الفايلن. نعم. واقفة كده هذا كيك مسويتنا، خبرينا عنه أكثر بالسكين أيضا. الكيكة نفسها عادي تخبزت في قالب كيك عادي. نعم. صينية الكيك التزيين الفوق دي ميديامز مختلفة، من دي حاجة اسمها رايس بيبر، حاجة بتلفيها الرولز اللي بتتاكل، ممكن تحشيها خضار. نعم. أو كده، بس دلوقتي بيدخلوها في الكيك. جميل. بتحطيها في مية ولون أكيد ملونات. بالضبط كده، وبعد كده بتنشف تحطيها على الشكل اللي انت عايزاه وبعدين بتثبتيها. اللي ورا دي اسمها تشوكلت سيل، يعني بتسيحي التشوكلت وبرضو بتخليها تنشف على حاجة وتحطيها انت بمشابك معينة عشان تطلع بالشكل اللي انت عايزاه. صحيح. وبعدين بتوقفيها على الكيكة وكده. سالي حتى خلينا نقول النكهات المستخدمة في بعض الأحيان، يعني في شو أكثر النكهات المستخدمة حاليا وأيضا الأكثر طلبا في خلينا نقول الحفلات؟ دايما مروة قالت الشوكولات وأنا معها في هذا الموضوع، ولكن بما أنك أنت ممارسة لهذا العمل شو أكثر خلينا نقول النكهات المطلوبة؟ طبعا الشوكولات دي نمبر 1. هنا في البلد برضو في اللوتس من الحاجات المهمة جدا، ظهرت جديدة بعد. It's a very trending يعني. نعم. البيستاشيو كمان الفستق. الجديد برضو في كيك بيبقى باخد كومبينيشن فليفرز مختلفة، من الحاجات الحلوة قوي الراسبري مع الباشن فروت، لما بيتحط عليهم دارك شوكلت أو وايت شوكلت برضو بتبقى حلوة قوي بصراحة. نعم. سالي قدامك كب كيكس أظني فانيلا لونها فاتح فانيلا. وموجود أمامك أيضا الكريمة مالت الكيك، خبرينا أكثر. أنا أحب الوردي، أنت أي لون؟ أنا مشادني الأصفر وايد. الأصفر أوكي. أنا وردي وحمدة أصفر. خبرينا أكثر شو بتسوين، وياليت لو تسوين الحين لايف أمامنا علشان تشوف كيف طريقة تزيين الكيك بالكريمة، وعلمينا شوي بطريقة. في حاجات كتير ممكن تزيني بها الكيك، من الحاجات السهلة اللي بتتعمل دي اسمها كريمة الزبدة اللي هي الباتر كريم آيسين. نعم. الحلو فيها أن أنت بتحضريها وتستعمليها على طول، مش محتاجة وقت تعدي فيه أو تسيبيها to be processed، يعني هي في ساعتها بتستعمليها.
التيبس ديت كل واحد فيهم بيدي حاجه شكل مختلف. معين صحيح. كل واحد بيدي شكل مختلف. وكيف نستخدم خلينا نقول او كيف نختار التيبس لكل شكل معين؟ شوفي انا في كورساتي دلوقتي علشان انت عارفه انا بدي كورسات فاهم حاجه برضو من اول حاجه يستعملوها ازاي يمسكوا البايبنج باج نفسه، وبعد كده هم بالتدريب والممارسه بتلاقي الايد بتمشي اكتر وبيعرفوا بقى كل واحد بيديكي انهي ديكوريشن. يعني مثلا لو عايزين نستعمل ده هيدينا الشكل ده، ده برضو ممكن نستعمله بكذا شكل. يعني نفس ده ممكن نعمل بيه كده وممكن نعمل بيه كده يديني اشكال مختلفه. حتى الورش خلنا نقول كيف من الممكن ايضا انها تعلمنا مثل هاي الاشياء؟ يعني كم نحتاج من اتقان او حضور لورشات عشان نتعلم فن التزيين؟ هو كل واحد برضو على حسب الموهبة بتاعته. يعني الفكرة ان لو الانسان موهوب مش هياخد وقت طويل، انما دايما بالممارسة وبكتر العلم بصراحة الواحد يعني انا ومروة من بيطلع. الصفر يعني كم نحتاج؟ صحيح مروة من الصفر ما اعرف اذا اقدر اسوي كيكة واحدة الحين اجربها وياك. شوفي انا عندي الكورسات يعني ليها منهج معين، فاول كورس ده بيبقى 4 حصص، ده هتتعلمي فيه تعملي الحاجات دي وتغطي كيكه بتطلعي بروفيشنال من الكورس الاولاني. لو عايزه تكملي يعني احنا بناخد الواحد لسه نيو بيجنر وبيطلع طيب. من بعد الكورسات بروفيشنال بسرعه. سالي انا عندي سؤال، انا بجرب وياك اسوي كيك، شوفي اذا في قابليه قبل ما تدخل الكورس اذا في قابليه ولا لا. يلا احنا بنشوف مع قبل هذا البوست. شو رايكم اخذ الكورس البينك ولا أنا هذا؟ عايزاك تستعملي ايدك كده. اوكي اول شيء من هني تضغطي عشان الضغط يبقى في اتجاه أوكي. واحد. اوكي أوريك الأول ونشوف الحين مروة كيف بتبدأ. أكيد راويني. ده ممكن تعملي بيه مثلاً كده. أوكي. فأنت بتضغطي الأول جامد وبعدين بتقللي الضغط بالتدريج. خليني أخذ البينك، شو رأيك؟ أنا عندي عنصرية شوي تجاه هذا اللون الوردي. نفس الشيء أمسكه؟ نفس الشيء. أوكي هذا مايل. بالضبط كده. أوكي. خلي بقى إيدك زي الموجة كده تحت وفوق. في قابلية؟ في أمل. في أمل. انزين احنا انا الحين بسال مروه سؤال. السؤال لمروه، هذا شو بالضبط؟ هاي الشكل شو بالضبط؟ هذه موجه بحر. اذا على الاقل سويها بالازرق. موجه بحر؟ انا احب الوردي. طب ممكن تعملي بيه زي ستارت، يعني تضغطي 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 وبعدين تسيبي ايوه تطلعي على فوق خلاص كمان. تمام. في قابليه في قابليه انها تدخل خلاص ورشه صحيح. انا اعرف انت ما تعرفين. عشان تي انا اكون داعمه لهذا الموضوع. صحيح تشجيع من المخرجين والبروديوسر. لحظه يعني يعني الحين يعني سالي انت جاوبيني على هذا السؤال، هذه الكيكه بتكون في اي مناسبه؟ لحظه اللي هي عاملاها ايوه دلوقتي. لا عيد ميلاد، ممكن عيد ميلاد اطفال. لا والله فعلا حلوه بجد، وبالذات دلوقتي اتس كوايت ترندنج الثيم اللي هو اليونيكورن، ممكن تقدمي دي. يعني شوفي الدعم. يعني انا ما يعني انا ما شفت في يونيكورن. والمشكله لحظه انا بقول لك شيء، هو الفكرة أن في قابلية أن أنا أتعلم، هذا هو بس. في قابلية صح، في قابلية بس الفكرة قابلية بالتزيين وليس في الكيك. إيه بالتزيين أكيد، إحنا ما دخلنا في الكيك أصلا. ولكن أيضا سالي خبرينا، بما أننا ذكرت المناسبات، تزيين خلنا نقول المناسبات يختلف طبعا من تزيين إلى آخر. تزيين حفلات الأطفال اللي أنت ذكرتيها، كيف من الممكن أن تزينين الكيك لحفلات الأطفال؟ دايما دلوقتي على حسب اللي طالع دارج، يعني على حسب الموضة اللي طالع. يعني من شوية مثلا عرفت ان في حاجة جديدة اسمها كوكو ميلون بتاعت اطفال، الشخصية دي ما كانتش على ايامي زمان، على ايام عيالي انا يعني. بعد ردينا للزمن الطيبين. فالحاجات كل شوية بتطلع حاجة جديدة، فلازم الواحد يبقى شوية اوير ايه اللي بيحصل حواليه. الحاجات الطبيعية اللي احنا عارفينها ان هي لو بيبي شاور او مولود جديد، لو ولد بيبقى البيبي بلو، لو بنت بتبقى بينك، دي الحاجات اللي ما بتموتش يعني بتفضل على طول شغال. صحيح. لاحظنا مؤخرا سالي بان في صور لي خلينا نقول للبيبي او للاشخاص اصحاب الاعياد ميلاد او الزفاف على الكب كيكس، كيف يسوونه او كيف الطريقه؟ هل بنفس الطريقه؟
دي بتبقى برينتر عادي، بس بتغيري فيه الورق لورق ادبل يعني بيتاكل، بيبقى يا اما شوجر شيت يا اما ويفر بيبر، معمول من الويفر او في منه ورق من الرز نفسه. والورق الثاني بيبقى من السكر، شبه عجينه السكر كده بس خفيفه شويه. والحبر بتاع البرينتر بيتغير بحبر ادبل برضو بيتاكل. صحيح. يعني سالي ذكرتي قبل شوي لي الحفلات اللي ما كانت موجوده عندنا مثل البيبي شاور وايضا التعرف على جنس المولود، كيف من الممكن ايضا تزيين خلينا نقول الكيك لهذه الحفلات الجديده، وكيف من الممكن ايضا ان يتغير؟ الموضوع ما بيوقفش بصراحه كتير. شايفه الكيكه دي على فكره بتنور من قدام، يعني فيها لمبه جميله. فالحاجات فعلا شويه بتاخد وقت دلوقتي، لازم تعملي الكيكه انترنال ستراكشر. لو الكيك هو اللي هو واقف بطريقه معينه، في حاجه بتبقى ضد الجاذبيه، يعني انت تحسي هي واقفه كده ازاي، ده بيبقى ليها انترنال ستراكشر من جوه. الحاجات دي ما كانتش موجوده زمان. صحيح. صحيح سالي، انا لاحظت على يوتيوب ان في العديد خلينا نقول من فيديوهات طريق التعليم لعجينه السكر اللي ذكرتيها قبل شوي، بان اسهل طريقه هي كانت ان تذويب المارشميلو بطريقه معينه، زياده الطحين بشكل معين، وزياده الالوان من خلينا نقول ملونات. هل فعلا من الممكن من خلال هذه العجينه والمارشميلو وتذويبها عن طريق النار ان تصبح مثل هذه العجينه؟ ممكن. هي عجينه السكر لو هتعمليها في البيت بتستعملي فعلا المارشميلو وبتسيحيه شوية سكر بودرة وكذا، بتعملي نفس عجينة السكر دي. حتى عجينة السكر من الممكن أيضا أن تتحول إلى خلنا نقول أشكال، يعني إحنا شفنا من خلالها الورد وغيرها من الأمور. هل تطبيق هذه الأمور سهل، وكيف من الممكن أن تطبق؟ هل هي بقوالب أو غيرها من الأمور؟ القوالب موجودة، في مولدز كثيرة جدا سيليكون، فسهل أن أنت بس بتحط لها شوية نشا just to powder it، يعني عشان لما تحطي عجينة السكر وترجعي تطلعيها تاني ما تلزقش منك. وفي ممكن بالإيدين، يعني برضو بإيديكي مع شوية tools ممكن تعملي شكلك مثلا كده بكل الفيتشرز بتاعت كل الملامح وبتطلع بالظبط. فعلا سالي، أغلبية اللي اكتشفوا موهبة يعني تزيين الكيك خلينا نقول وإن الطعم لذيذ كان عندهم مناسبة خاصة هي اللي فجرت هذه المواهب واكتشفتي هذه المواهب من خلالها، كيف اكتشفتي هذا الموضوع وكانت حفلة مين أو عيد ميلاد مين، وخاصة إنه يكون المفروض إن حد يخصك وايد؟ هو كانت بنتي، كان ساعتها الموضوع ده من 10 سنين، كان هي لسه عندها 5 سنين، هي دلوقتي 15 سنة. الله يحفظها. فحسيت إن أنا عايزة أعمل الكيك، بس اللي جذبني في الموضوع الديكوريشن أكتر من الكيك العادي. نعم. خدت كورس اللي أنا دلوقتي مدربة معتمدة فيه، ساعتها كنت ستودنت من 10 سنين، خدت الكورس ده، خدت كورس واحد وعملت فعلا الكيكة، ومن ساعتها حسيت يعني لا أنا عايزة أكمل. وكملت الحمد لله ودلوقتي حلو. بدرب. يعطيك ألف عافية، نورتينا لهذا الصباح سالي الشافعي، وجميل جدا ارتباط اسمك بشيء يعني يخص الفرحات وأيضا الأشياء السعيدة والمناسبات السعيدة. نورتينا لهذا الصباح.